شريف عبد الفضيل يلعب كرة أمامية، هو بتحرك البركات وبيلمس وادي الراسية وفين وجول جول 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 جول. عملها أحمد حسن واستغل الخطأ الأول في دفاع النادي المصري، عملها بركات. والمتابعة والفولو الجيد من الصقر المصري أحمد حسن بيضع الهدف الأول. مشاهدينا الكرام، في الدقيقة 56 من عمر هذا اللقاء ليتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد. هذه كرة شريف عبد الفضيل، وقف دفاع النادي المصري على التسلل وكمل بركات اللي ما كانش متسلل، والمتابعة الحقيقية من أحمد حسن. استغل تقدم أحمد الشناوي اللاعب الشاب والحارس الشاب ويضع الهدف الأول في هذا اللقاء والهدف